برصيدك مجموعة قصصية تحمل عنوان نص لص. بتقول بسبب تسميتها انك كنت عم تبحث عن شخص للاتكاء عليه اثناء الكتابة، هو نموذج بشري له مواصفات بيتصف فيها نصف لص، يعني مو اللص الكامل. هلا شو هي كان بوقتها مواصفات النص اللص؟ بوقت هلا كترت فيه يمكن انصاف الرجال المغرقة باللصوصية. هلأ هو عمليا أحيانا لما بيكتب واحد عمل قصصي أو روائي بيتكئ على حالات بيشاهدها أو بيشوفها وبيحولها لأدب وفن، بيعطيها بعد الجمالي والفني والثقافي. فأنا كانت نوع من الدعابة، بمعنى أنه أنا بدي أكتب قصة قصيرة عن نصف لص، فما استطعت لأنني لم أجد نصف لص، في إما شخص لص كامل أو ما في، وبالتالي نص لص ما في، في لص كامل أو في شريف كامل. نعم، حاليا صار في لص كامل أو لص ونص وأكثر. إيه هلا رحنا ل هي المطربة شو اسمها؟ أهو نص. إيه. طبعا المجموعة بتتألف من 10 قصص، يما مويل الهوى، الليلة، عيد على الدنيا سعيد، الأستاذ، المكاشفة، سهرة مهذبة، نملة واحدة فقط، وغيرها من الـ الحكاية أو القصص وأنا الصغيرة. وهو يمكن نعم، بتقول إنه الهدف منها كان هو الوقوف ضد الظلم والقسوة وغياب العدالة. اليوم وين بقية القصص اللي بتعبر عن وجهة نظرك؟ عم نحكي عن وجهة نظر وليس نظريات. هلا هو واحد من مهمات الأدب ليس إيجاد حلول للحياة، يعني هو تماما إلقاء ضوء على مسالب وإيجابيات الحياة وتفاصيل الحياة، لكي تكون بالنسبة لمن يريد أن يقرأ تكون يعني هي وجهة نظر قد تفيده. وبالتالي هذا الموضوع، موضوع الكتابة تحديدا، موضوع شائك. يعني أنا ما بيصير أقول عن حالي أنا كاتب لأنه مساي مجموعة قصصية أو كاتب وناشر عدد أكبر دوريات العربية والمحلية بالقصة القصيرة أو المقالة، أو فهذا هي ممكن حطها بخانة الهواية في الكتابة أكثر ما الكتابة الاحترافية. وإلا ما بيجوز برأيي أنا أنه واحد يقول عن حاله كاتب ومساي مجموعة قصصية 100 صفحة يعني. ولكن هذا الموضوع أنا بالنسبة لي هو هم، يعني أنا أتمنى أنه أن أتحول إلى كاتب، أتمنى أنه أقول رأيي بالكتابة ما لا أستطيع أن أقوله في فنون أخرى أو آداب أخرى، لأنه هو مكان، هو أداة. ما لا تستطيع أن تقوله بالشعر ممكن أن تقوله في الرواية، وما لا تستطيع أن تقوله في السينما ممكن أن تقوله في القصة القصيرة. يعني دائما هو عبارة عن كتلة متكاملة لإيصال وجهة النظر، لإيصال نفسك إلى الآخر. يعني اشتغلت على القصة أستاذ؟ يعني لقيت الأدوات المناسبة للكتابة، أو عم هلأ حاليا كونه هي كونها بقيت مشروع ما اشتغلت على الموضوع؟ هلأ هو بالبداية تبدأ بمنطق هدول المراهقين في الكتابة. نعم، يعني كلياتنا ندخل بهي المرحلة. أنه كل عمل إبداعي أو كل مهنة حتى بالدنيا كلها بمر الواحد فيها بمرحلة المراهقة، سميها المراهقة المهنية. نعم. وبالتالي بتلاقي مثلا في قسم من الناس بيدخلوا بالمراهقة المهنية بيكونوا طلاب مثلا بالمعهد، فبيحس انه كل حواليهن هو اهم منهم. لما كنا بكلية الفنون الجميلة انه مين بيكاسو، يعني مين هدول، نحن فبالسنة بعدها بتلاقي بتخف هي الوهم هذا. نعم. لبين ما تتخرج بتحس ان الله حق، يعني لا القصه مو بهالوساطه هي. فبتمر بمرحله المراهقه المهنيه، حتى اطباء وحتى محامين ومهندسين بيحسوا انه هن يمتلكون كامل الحقيقه مع التجربه والحياه. لما بتاخذ منحاها بيكتشفوا الحقيقه الاساسيه، انه بتخف هي المراهقه المهنيه ويدخل ويضع اقدامه على ارض الواقع اكثر. وفي طبعا عندنا زملاء لهلا مراهقين وعندنا تجاوزوا اعمارهم، يعني ما شاء الله اولادهم صاروا يعني صاروا اجداد، بس هي بدها كثير دراسه وشغل. يعني هيدي هي هذا انا